ناس كتيرة بعد خسارة مانشستر يونايتد امبارح 5-0 في الاولد ترافورد من ليفربول الغريم التقليدي كانت مستنية ان بعد المباراة مباشرة كان يتم إقالة سولشاير، وانا الصراحة كنت منهم، بس لما قعدت شوية وركزت وهجيت قلت لا لا، الجليزرز مش هيضحوا بسولشاير، والجليزرز وادوود متمسكين بسولشاير حتى لو حصل ايه، الموضوع مش موضوع النتائج، لان هم عندهم بلان وعندهم خطوات حابين يديروا بيها النادي. سولشاير عبارة عن راجل موظف جوه النادي، مفيش حاجه اسمها صفقات انت اللي بتقول عليها، مفيش حاجه اسمها انت اللي بتطلب مين وانت اللي بتمشي مين، لا، سولتشاير بيتم فرض عليه صفقات، ودي حاجه معروفه في مانشستر يونايتد ان الموضوع موضوع ربحي لا اكثر ولا اقل. من مانشستر يونايتد الجليزرز باصين ان هو نادي بيجيب لهم ارباح من البراند بتاعه، ومش باصين ان النادي ده يرجع مصر للتتويج للبطولات تاني ازاي. فالجليزرز كل همهم ان الفرقه تجيب عناصر تجذب الجمهور وتجذب الاعلانات، وان هي يكون عندها مدير فني ينفذ التعليمات اللي هي بتديها. وسولتشاير يعني الراجل المثالي في المكان المناسب بالنسبه لهم. فالكلام الكتير جدا ان سولتشاير يتم اقالته بعد المباراه الموضوع كان مستبعد. ليه بقى كان مستبعد؟ لان حتى لما اتقال كلام من بعيد ان مانشستر يونايتد بيتكلم مع انطونيو كونتي، كونتي قال لهم انا مش بتاع اداره تنفذ عليا شروط، وانا مش بتاع اداره تقول لي هات مين وبيع مين والكلام ده، انا يكون عندي الصلاحيات كلها كامله. قالوا له لا لا، الموضوع واضح ان انت وزدان والمدربين الكبار اللي كانوا مرشحين انهم يكونوا خلفاء سولتشاير كلهم هيتكلموا في النقطه دي. فتعالوا بقى نتكلم في موضوع ان احنا نجيب مدرب مساعد، وده طرح لهم الفكره دي جيمي كاراجير اللي هو بتاع ليفربول. قال لهم ما تجيبوا كارلوس كروش يا جماعه، كارلوس كروش هو اللي يقدر يطور العناصر الشابه في مانشستر يونايتد ده. يعني مانشستر يونايتد ده في العناصر اللي موجوده في سكوت ماكتومناي وفريد ولاعيبه الشباب محتاجه مدير فني كبير يطورهم. مين بقى المدير الفني الكبير اللي فاضي؟ يا جماعه هاتوا كروش يبقى مساعد لسولتشاير ونضمه للجهاز، محدش يمشي. والفكره دي يعني لا التلحيق بصراحه من اداره مانشستر يونايتد، وقرروا ان هم يعملوا اجتماع بناء عليه يطلعوا بقرارات. انا توقعي الشخصي ان هم هيطلعوا يقول لك استمرار سولتشاير، وسولتشاير نفسه عنده ثقه غير طبيعيه انه مكمل، هو عنده ثقه غير طبيعيه ان هو مكمل. حتى لما سالوه امبارح ايه رايك في الخساره وتستقيل ولا لا، قال لهم مسيره غلب 6-1 من سيتي، ايه اللي حصل يا جماعه؟ مفيش اي حاجه، تحس سماكه اهله كده حتى في الردود يا اخي. يعني رونالدو والفرقه كلها باين ان في تنشانه وباين ان الفرقه فلته منك، بس مع ذلك مش عايز يمشي. قلت لك قبل كده ان هو حلم ان هو يمسك مانشستر يونايتد، وان هو يبقى مسيرته التدريبيه بتتطور في مانشستر يونايتد، دي حلم لاي مدير فني. ما بالك بقى لو انت لعبت في النادي ده وكنت واحد من نجومه، فاكيد هتبقى بتتمنى انك تفضل تدرب الفريق مهما حصل نتائج سلبيه وبتخسر في ملعبك من ليفربول 5. مش هيمشي، هو مش هيمشي، مع ان ماتش امبارح ده كفيل انه يمشيه هو وماجواير ولوكشو، بس يلا عدت على خير. ما هم تقريبا لوكشو وماجواير كانوا كابتنين ابو صلاح في الفانتازي، عشان كده عملوا معاه احلى واجب. ولو انت عايز تعمل برضه معايا واجب، اعمل لي لايك او سبسكرايب واعمل كومنت، وممكن تشتم في الكومنتات لو الفيديو ما عجبكش. في الحالتين اشتركوا في القناه معلش عشان نقعد نشتم بقى ونشتغل مع بعض بقى.